اهلا بكم. دي كاميرا خفيه، دي كاميرا خفيه كوميديه. جيبوا واحد تخين ويدخلوه مش عارف ينزلوا الستاره ولا زي ما انتوا شفتوا كده. ايه رايكم بقى انه في ناس عملت ده؟ مش كاميرا خفيه، عملته شغل، عملته بيزنس. جابوا اتنين توأم، واحد تخين وواحد رفيع، وصوروهم الاثنين. ده كلام ده بجد. طلعوا الاولاني قبل ده بعد، وعملوا حاجه ثانيه. جابوا واحد خس يا عم 10 شهور هتاخد فلوس، خس 10 شهور صوروه في اول يوم في العشر شهور، وبعد 10 شهور صوروه وقال لك شفت الدهون؟ احنا شفطنا الدهون 30 40 لتر 50 لتر، خسسناها 50 كيلو ولا 30 كيلو ولا 40 كيلو، والفرق بين الصورتين 10 ايام. وافلام اتعملت كده، فيديوهات، واحده كانت بتخلف تخنت ولدت تخينه، عملنا لها عملت نظام غذائي و الى اخره، ممكن تكون عملت شفت دهون، بعد شهور عملوا فيديو تاني، فيديو قبل وبعد، ده قبل وده بعد، والفرق مش 10 شهور، فرق 10 ايام بس. ده اسمه ايه للجهات المسؤوله؟ ده اسمه ايه؟ انتوا تقولوا، انا مش هقول. دي كاميرا خفيه، لكن اللي بحكي لكم عليه واللي ساعات بتشوفوه ده مش كاميرا خفيه، ده كاميرا يعني حياتيه، ناس بتدفع لها فلوس، وناس ممكن تضحي بحاجات كتير عشانها، وناس تعرض حياتها لمشاكل كبيره. النهارده حوار علمي وايضا كاميرا، بس مش خفيه، كاميرا صريحه جدا. حوارنا هيكون مع قيمه علميه كبيره واسم كبير على المستوى الاكاديمي وعلى المستوى العملي، حدث ولا حرج، وطبعا صاحب القدره المتميزه في الشرح والجماهيريه المتميزه للغايه، هو ضيف العزيز الزميل والصديق العزيز الاستاذ دكتور فادي مجدي يعقوب. ضيف العزيز القمة العلمية المتميزة الأستاذ دكتور فادي مجدي يعقوب، أهلا بيك. أهلا دكتور أيمن، إزاي؟ الحقيقة أنت بتنورني، وعايز أقول لك مرة أخرى حمد لله على السلامة، مبسوط جدا إن أنت بقى معنا في مصر الفترة ديت، وهرجع تاني أبارك لك على مركز الكويت اللي ما شاء الله يعني بدأ بداية قوية جدا جدا، وطبعا شغلك بقاله كتير في الكويت وفي مصر، معرفش أنت بتجيب إزاي وقت تشتغل في الاثنين ات ذا سيم تايم. يعني الحمد لله، لا احنا شغلنا الاساسي طبعا في مصر، يعني مصر هي الشغل الاساسي، وده يعني بنسميه بارت تايم جوب. بارت تايم جوب بس يعني هو 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 يعني جزء من الـ من الـ من, الـ من اللي احنا بنعمله في مصر وفي الكويت، بيخص المرضى بتوعنا هنا وهنا، ودي سيرفيس احنا بنقدمها لهم. طبعا طبعا انا عايز ابدا النهارده بتنسيق القوام. عايز اقول انه اكيد تنسيق القوام عمليه لازم الناس تعرف مقاييسها العلميه، لانه كتير من الناس بتعتقد او بيقال لها تعالي اعمل لك تنسيق قوام انت 140 كيلو، تعالي اعمل لك شفط دهون خليكي 80 كيلو او 90 كيلو. وبنسمع تخريف في هذا المجال، تخريف يندي له الجبين ولا يتقبله عقل، والناس طبعا عارف بيستغلوا، يعني النصابين بيستغلوا ايه؟ بيستغلوا اولا انه في ناس بتتعلق باشياء زي ما بيقولوا، وثانيا الرغبه وفي ناس طماعه، وناس تعتقد في الطمع دوت ان هو يعني هي يعني بالفهلوه هيوصل للعلم ما قالهوش. فانا عايزك تكلمني على الموضوع ده.
انتشرت يا دكتور ايمن, ويعني معجب جدا بالانترو اللي حضرتك حطيته والاعداد, ان انتشرت فكره نحت القوام ونحت الجسم واللايفو سكالبتشر والثلاثي الابعاد ورباعي الابعاد وتنسيق كل الناس مش فاهمه ايه الحاجات دي, الحاجات دي لمين, مين اللي يعملها؟ وكل واحد بيتخيل طب انا اعمل الحاجه دي, وفي صور موجوده على الانترنت ولمودلز وحاجات كده, وكل واحد عايز يبقى زي الحاجه دي. هل الشيء ده بيناسب كل الناس؟ هل في نتائج فعلا كده؟ هل في حاجه زي الكاميرا الخفيه اللي حضرتك اظهرتها؟ احنا لازم المرضى يبقوا عارفين ايه المنتج اللي هم بيدوروا عليه, هل بيناسبهم؟ لان انا برضو ابتديت الاحظ كتير قوي في العياده, سواء في مصر في الكويت في ابو ظبي, ان في كل الدول العربيه ان في دعايه كتيره عن شيء وهمي اسمه نحت الجسم. ها, ولكن الحقيقه لمين؟ ها, نحت الجسم ده بنقدمه لمين؟ ودايما بقول للمرضى لازم تشوفوا النتائج, لازم تدوروا على النتيجه, ما تدوروش على الخيال, لان احنا ما عندناش منتج واحد لكل المرضى. احنا بنختار المرضى بتوعنا اللي يناسبهم العلاج ده. يعني ما ينفعش نختار مريض للشفط او للليزر او للفيزر هو مريض للشد, ما ينفعش نختار مريض للشفط هو مريض سمنه ومحتاج تكميم او محتاج دايت. احنا بنختار العلاج المناسب للمريض, احنا مش بنختار من منيو, يعني انا عايزه من ده, لا, ما بيبقاش موجود. اللي موجود هو ما يناسب حضرتك. لازم كل واحد يوري المرضى بتوعه كمان ضروري الصور بتاعت المرضى المشابهين, يعني عشان يديله توقع طبيعي لماذا تتوقع من كنتيجة من هذه العملية, والصور تبقى حقيقية والفيديو يبقى حقيقي. لازم يبقى حقيقي طبعا, ولازم يبقى الصور دي بيوريها الدكتور في عيادته تخص شغله مش تخص صور لناس تانية, لان كتير قوي برضو في بعض الناس بتاخد صور للاطباء اخرين في البرازيل وفي حتت وفي بلاد كتير ويحطوها على اساس ان دي صور شغلهم, وده برضو او ان هو يصور حالة دلوقتي في شهر يناير ويبدا يشتغلوا عليها تخسيس, ده حاجه بتبقى شغل تجاري, يعني هو الحاله دي بتبقى محترفه, هو هي بتشتغل بجوب معينه, بس انا طبعا بتبقى خلفت وولدت وقالوا لها انت لازم تخسي في خلال 9 شهور وهتاخدي منا مبلغ وقدره وتظهري كموديل معانا في اعلان ونقول ان انت خسيتي في 10 ايام بنحت قوام. ده مهم جدا ان احنا نركز عليه, ان احنا في انهي كاتيجوري, كل مريض لازم يبقى عارف هو في انهي كاتيجوري هيستفيد ايه من العمليه دي, وهل العمليه دي مناسبه بالنسبه له, هل مثلا لو واحد وزنه 140 كيلو وقرر ان هو يعمل مثلا 6 باك هل دي عمليه مناسبه بالنسبه له, وفي صور محطوطه على الانترنت لحاجات كوميديه برضو تخص الموضوع ده, هل دي مناسبه بالنسبه له ان هو يعمل منظر تقسيمه العضلات ولا مناسبه بالنسبه له ان هو يخس؟ يعني هي زي كده زي بيفور اند افتر, يا حلاوه. ده 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 مين اللي عملها ده؟ الدكتور ابو فريد. ده شيء مهم جدا ان احنا نعرف الحقيقه, نشوف النتائج الحقيقيه, ودايما بقول ان كل دكتور عنده نتائجه, يعني لازم حضرتك تشوف النتيجه بتاعه الدكتور اللي انت رايح تعمل عنده العمليه, تشوف هل فعلا بيحقق هذا الشيء لناس زيي ولا بيقول لي على كلام والكلام ده مش واقعي. المعايير والحالات المستحيله, ما هي معايير تنسيق القوام وما هي الحالات التي لا يصلح لها تنسيق القوام؟ الحالات التي لا يصلح لها تنسيق القوام, يعني إجابة صريحة, هي الحالات التي تعاني من السمنة المفرطة. هي الحالات دي مش حالات تنسيق قوام, الحالات دي لازم تبتدي بدايت, تبتدي بعمليات أخرى مع زمايلنا جراحين المناظير, ثم إحنا مرحلة اللاحقة ليها, وهم هيحتاجوا ده وهيحتاجوا ده. يعني ده شيء مهم جدا. المعايير طبعا هي معايير السلام والأمان. لأن مفيش يعني عمليه للشفط او للشد او اي نوع من الجراحه الا ما بيبقى الستاندرد عندنا ان يبقى فيه سلام وامان للمريض. احنا هنشفط او هنعمل الجراحه دي عشان المريض ما يفقدش دم, ما يفقدش سوائل, ويقوم اهم حاجه بسلام, والتاني حاجه بنتيجه كويسه. لو انا سمعت بودني يقول لك حد المفروض انه دكتور وقعد مع واحده المفروض انها مذيعه, بيقول لها انا جات لي الحاله 130 كيلو وعملت لها شفط دهون ومشيناها على شفط دهون وهنعمل لها شفط تاني وهنعمل لها شفط تالت لغايه لما نخليها تبقى 80 كيلو. لا, يجوز ان احنا نختار حد في يكون وزنه 130 كيلو عنده مشكله في منطقه معينه نعمل له شفط, بس نفهمه ان ده مش تنسيق قوام, نفهمه ان احنا بنعالج المشكله دي. يعني في بعض الناس بيبقى عندهم مشكله واضحه جدا في الارداف, عامله لهم يعني مشكله مش عارفه تقعد مش عارفه, فهنعمل الحاجه دي
ولكن نفهمها ان ده مش تنسيق قوامي. احنا بنحل مشكله ديفورميتي احنا بنحلها. ولكن لو حد عنده سمنه في العموم علاجه مش التجميل. يعني السمنه ليس علاجها التجميل. ليس علاجها التجميل. السمنه المفرطه طبعا. السمنه المفرطه ليس علاجها. السمنه الموضعيه طبعا علاجها التجميل. طيب هو في سؤال هساله لك في الاخر برضو فيما يتعلق بالسمنه المفرطه بالظبط. عايز ادخل على الليزر والفيزر والتراديشنال الاساليب الثلاثه في شفط الدهون. هبدا الاول بالليزر. ايه الليزر؟ ما هو قصته وما هو امكانياته؟ وهل هو غناء يغني عن التراديشنال؟ المنافسه بينه هل هو منافس للفيزر ولا لا؟ نفس الشيء بيخص الليزر والفيزر بيزر والتراديشنال وفي اجهزه كتيره للشفط او مساعده للاطباء. وانا بقول الليزر والفيزر ده كله اجهزه تساعد الجراح مش تساعد النتيجه. يعني ايه؟ يعني الليزر والفيزر والشفط اللي احنا بنعمله اللي هو اسمه الشفط بكانيولات متناهيه الصغر هي كلها طرق للشفط عشان تساعد على انكماش الجلد وتحسين الريزلت في العمليه وليست بديل لعمليات اخرى. يعني ايه؟ يعني اللي بتناسبها شد البطن هنعمل لها شد البطن. اللي بتناسبها شد للجسم هنعمل لها شد للجسم. ما ينفعش حد مناسب ليه الشد نقول له لا احنا هنعمل لك ليزر والجلد هيشد. مفيش حاجه اسمها كده. ده كلام مش حقيقي. الليزر ليس بديل للجراحات. وعلى فكره الليزر ده جراح وزي ما حضرتك شايف الليزر ده محتاج يعمله جراح. يعني سواء في مصر او في امريكا في على فكره في ناس من تخصصات اخرى بيعملوا شفط بالليزر على اساس انه حاجه اسهل. ولكن الحقيقه هو جراحه وهي عمليه وان كانت عمليه بسيطه وبتتم في كثير من الاحيان ببنج موضعي ولكن ده ملوش علاقه بان هو بديل عن شد الجلد اذا كان الجلد محتاج شد اذا كان في ترهل. هو يمنع ترهل الجلد اذا كان الجلد مش مترهل وحاله الجلد جيده. ولكن اذا كان الجلد مترهل يبقى مفيش حل تاني غير ان احنا نوديه للترزي يقص منه حد. طيب عايز اروح للفيزر. ايه بقى دور الفيزر؟ هو الترا ساوند. وانا زي ما انت عارف انا ما بحبش دايما امجد الاجهزه وامجد التكنيكس لان التكنيك بيعتمد على المريض. الفيزر هو الترا ساوند بيساعد على تدويب الدهون وليه انديكيشنز. يعني هو مش جهاز بنركبه على كل مرضى يشتغل. يعني هو يا ريت كان يبقى كده كنا زماننا قعدنا مستريحين والجهاز بيشتغل. لا هو في الاخر جهاز ليه انديكيشنز او ليه عيانين معينين مرضى معينين بيدي فيهم نتائج جيده بينفع في حالات الشفط المعموله قبل كده وليه استعمالات كتيره. ولكن هو ليس طفره تغني عن الجراحة. هو في الآخر وسيلة من وسائل الشفط. الفيزر هو ألترا ساوند بيساعد على تدويب الدهون. على فكرة احنا أغلب المرضى ممكن نستعمل لهم جهاز ممكن نستعمل لهم اتنين وممكن نستعمل لهمش ولا جهاز. حسب هو عنده ايه. حسب هو ايه اللي بيحصل. بالمناسبة دي صور تخص الشركة ما تخصنيش. يعني دي انيميشن للشركة بتاعت الفيزر لان الفيزر دي ماركة من أجهزة الشفط. الفيزر والليزر الاثنين الشفط فيهم بيحدث درجة حرارة؟ الليزر بيعمل حرارة والفيزر بيعمل حرارة أقل ولكن هو حسب ضبطة الجهاز. يعني إذا ومن أحد عيوب الأجهزة عموما بالنسبة للي بيشتغل يعني بيها مش متمرس عليها إنها الضبطة دي بتختلف من مريض لمريض. يعني ما ينفعش تظبط على مود معين تشتغل بيه طول كل العينين. لا بيختلف حسب كمية الدهون الموجودة حسب كمية السوائل المحقونة وحسب طبيعة جلد المريض ودرجة حرارة أوضة العملية. فعشان كده هو طبعا بيولد حرارة. العين بيستحملها ولا ما يستحملها؟ طبعا يستحملها. يستحملها إذا كانت معمولة طبعا بالمود المظبوط. يعني إذا طيب إذا قيل إن إحنا يعني حد مش متخصص في جراحة التجميل ممكن يكون جراح سمنة. هل جراح سمنة يعمل شفط دهون؟ انا ما بحبش دايما اقول مين اللي يعمل ايه. هو اللي واخد تريننج في حاجه معينه جراح السمنه ممكن يعمل شفط دهون لان هو جراح. ها ولكن طبعا تخصص التجميل مختلف. يعني احنا بنفكر بكونسبت مختلف. احنا ما بنفكرش في تقليل الاشياء احنا بنفكر في جمال الاشياء. عشان كده دايما بقول ندور على النتائج. جراح السمنه اذا كان بيعمل شفط دهون ونتائجه كويسه يعني ده يعني شيء يعني اعتقد ممكن يبقى موجود. طيب انا سمعت انه حد بيقول الفيزر او الليزر احنا بنعملهم بتخدير كلي لان المريض ما يستحملش الحراره. لا هو مش دعوه بالحراره. هو اختيار التخدير الكلي او الموضعي يعتمد على كميه الشفط واماكن الشفط ونوعيه التخدير اللي يتحملها المريض. فطبعا التخدير دي مسؤول عنها اساتذه التخدير ملوش دعوه بالجهاز.
يعني ملوش دعوه بالفيزر او الليزر. لا طبعا الكلام ده مش مظبوط. مش عارف ليه حاسس ان انا بفكر بشكل بوليسي. ممكن تكون عشان المريض ما يعرفش ان مش الدكتور هو اللي بيشفط. لا انا ما اعرفش الموضوع ده بس قصدي. مش عارف فجاه كده. انا دايما بقول المهم النتائج. يعني دايما ما نبحثش عن شيء, نبحث عن نتيجه. يعني نبحث, ما نبحثش عن وقت, نبحث عن نتيجة. عشان كده أنا بقول إن ضروري نشوف صور ونتائج. فهو ده اللي هيحدد الشيء ده بيحصل فعلا ولا مش حقيقي. طب إيه الشفط أو النحت رباعي الأبعاد؟ إيه بقى ده؟ النحت رباعي الأبعاد هو من المفترض إن هو أثناء الحركة. أي بعد رابع هو بعد الحركة أو التايم اللي ريليتد للتايم يعني. ولكن هو طبيعي إن كل النحت رباعي الأبعاد. يعني معناها ان احنا بنعمل النتيجه ولما حضرتك بتحرك النتيجه موجوده. يعني مفيش حاجه اسمها. لا هو يعني انا دايما ما بحبش اقول مفيش حاجه اسمها كده. لا هو كونسبت, هو مفهوم, ولكن هو ليس طريقه مختلفه. هو مفهوم. يعني انا بقول مثلا لو هنتكلم على التجميل الانف, ما احنا ممكن نقول نحت للانف ده كونسبت. يعني ده وجهه نظر. وجهتنا بالظبط لفظ. يعني زي ما انا اقول مثلا ايه, اقول على البسبوسه اقول عليها هريسه. في جراح مشهور قوي في البرازيل, هو في كولومبيا انا اسف, هو اللي طلع الكونسبت بتاع الرباعي الابعاد. ولكن هو في الاخر شفط ونحت والجراحه التقليديه في اغلب الاحيان. برضه عشان اوضح للناس يعني ايه كونسبت. يعني اي عيان هيتعمل له هيتعمل له شفط دهون هيتعمل له بالتالي, طالما اللي بيعملها له جراح تجميل هيعمل له نحت قوام, هيعمل له بالتالي نحت رباعي الابعاد. لانه صحيح. لازم هو ده المهم ان اللي بيعمله يكون حد كواليفايد بيعمل. يعني حد يكون جراح تجميل والنتائج. انا برجع اقول اهم حاجه النتائج. يبقى طبعا حد كواليفايد والنتائج طبعا. طيب هل ترى انه توقعات المرضى تسممت بويزند باي تسممت بيه بعض الافكار التجاريه التي تطلق بشكل يعني همجي, خلى المرضى جايين متصورين انهم يعملوا شفط دهون دلوقتي فهي زي ما حصل بقى في الكاميرا الخفيه دي, ولا اساسا توقعات المرضى باظت بسبب الفيسبوك والانترنت والحاجات دي؟ انا بقول لازم نشوف صور. يعني لازم نشوف عشان التوقعات تبقى مظبوطه. يعني زي الصور اللي هنعرضها, في صور في نتيجه. ده ايه العمليه دي؟ ده اسمه نحت ولا اسمه شد ولا اسمه شفط ولا اسمه ايه؟ المهم النتيجه. مش مهم يبقى اسمه ايه, هو في الاخر هو شفط وليزر وشد حسب المشكله. يعني زي ما حضرتك شايف في ترهل كبير قوي في البطن. هل معقوله ان احنا نقنع المريضه دي ان احنا هنعملها ليزر الجلد ده كله هيطلع لفوق هيلزق لفوق؟ مش هيحصل. الكلام ده مش هيحصل. يبقى اذا لازم نفهمها ان حضرتك بيناسب لك كذا, بيناسب لحضرتك شد للبطن. وهو ده الكونسبت اللي انا عايزه ينتشر لدى الاطباء وكمان المرضى, ان لازم تقول للمريض انت هتعمل له ايه وان ده بينفع لحاله حضرتك ولا لا. يعني ده الاساس. زي اللي بعده كده ان احنا نشوف هي في الاخر فكره النحت هي بتنفع لمين. كل ده اسمه نحت. نحت بقى ثلاثي, نحت تقليدي. المهم في الاخر احنا هنعمل ايه والنتيجه ايه. لان مش كل حد بينفع له الشفط بس, مش كل حد بينفع له ليزر بس, مش كل حد بينفع له شد بس. ساعات بنعمل كذا تكنيك مع بعض. احنا في الاخر بندور على النتيجه. يعني ممكن نعمل هنا شفط بس, وممكن نعمل هنا شد بس, ممكن نعمل الاثنين مع بعض. يعني ده شد للبطن طبعا عشان نوصل للنتيجه. الترهل اللي في الصوره اللي على الشمال عشان يوصل ان الوسط يبقى كده او يبقى البطن مشدوده كده, ده بالضروره يكون في شد للجلد ده. هنوديه فين الجلد ده؟ الليزر مش ممكن يعالجه لوحده, او الفيزر او 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 غيره. يعني برضو من الحالات المتميزه للغايه دي. مهم قوي ان انا عارض الحالات اللي هي حجمها اكبر, وبعد كده هعرض الحالات اللي حجمها اصغر. حضرتك هتلاقي ان اغلب الحالات برضو في الرينج اللي هو السمنه المتوسطه. عشان يبقى نقول احنا بنعمل نحت القوام. اللي على اليمين قبل, اللي على اليمين بعد, هو ده نحت القوام اكيد, وده برضو اسمه نحت القوام. وكل ده بيعتمد على نوعية الجلد ونوعية الشفط ونوعية الأجهزة اللي هنستعملها. ولكن أنا بقول ما بيخصش المرضى لا نوع العملية ولا نوع الجهاز, يخصهم نوع النتيجة. يعني دي حالات سمنة أكتر, يعني السمنة فيها أكتر, ولازم نقول لها ده اللي حضرتك تتوقعيه من الجراحة. يعني الجراحة هتعمل كده. لما هنيجي للحالات اللي بعدها, يعني ده بعد الجراحة,
هيبقى النتيجه كده. لما نيجي الحالات اللي بعدها اللي هي اصغر حجما لا بيبقى عندنا نتائج اكيد اكثر أطل. تميزا فكل لما بيبقى الحجم اقل يبقى النتيجه اكثر تميزا يبقى النتيجه شكلها احلى حسب الحاله باديه منين ونقدر نحقق لها ايه. نشوف كده اللي بعده كمان هنلاقي كل لما نصغر المنتج البدائي اللي هو على اليمين نحصل على منتج نهائي احلى واكثر تميزا. لكن ما ينفعش نعرض الصوره اللي على الشمال دي على انها بتحصل لكل المرضى ده طبعا يعني ما ينفع يعني يبقى الكلام ده غير واقعي. ما ينفعش اجيب حاله من الحالات الكبيره ما ينفعش يعني انا بتجيلي جات لي احد المرضى بتقول لي في انا عايزه زي دي صوره من حالات حضرتك انا عايزه زي دي. لا ده مش ده هيحصل لو حضرتك في الحاله دي لكن هي المريضه دي كانت مريضه سمنه مفرطه ومحتاجه اصلا تكميم للمعده يعني مش حتى هي ليست حاله تجميل دي حاله عضلات تصليح عضله بالظبط. يعني صعب قوي ان حد يعرض هذه الصور على انها صور لنحت الجسم فقط لا هي صور لتصليح العضلات وهي جراحه فاذا من الضروره ان احنا نوضح للمريض ده دخل فتق عضلي بالظبط كده هو ضعف في عضله البطن وصل الى مرحله الفتق ده محتاج تصليح زي اللي بعدها الصوره اللي بعدها. على فكره برضو النصابين يعني لازم يفهموا ان في 150 الف دكتور منهم ناس هل من الطبيعي ان احنا نقول ان الصوره اللي على اليمين دي اللي على الشمال انا اسف دي قبل دي ودي بعد هل دي بعد شفط او لا ده فتق زي ما حضرتك قلت ده ضعف في عضله البطن وانا عامل مشكله جامده نتيجه ولادات متكرره فادي. المشكله ان بعض النصابين دول متهيألهم ان هم عايشين في كوكب ما فيهوش دكاتره صحيح في مصر دكاترة اشطر منا مليون مره كمان يعني يقدر يبص كده انا اشوف انا عرفتها انا مش راجل جراحه لكن انا عرفت الفتق مجرد ما بصيت له. هي دي المشكله ان احنا لازم نعرض للمرضى ونفهمهم ايه اللي تتوقعيه. لو حضرتك عندك المشكله دي ده الحل بتاعها لو حضرتك عندك المشكله دي ده الحل. احنا اللي بنختار العلاج مش المريض وده الليزر بقى والبيزر ده اللي هو منطقه فيها تراكم للدهون بنعملها بدون جروح بدون عمليه ببنج موضعي هو ده اللي نقدر نتكلم عليه ونقول ان ده بيتم. مش هينفع زي اللي بعدها برضو مش هينفع ان نقول ده الليزر او اديه بالفيزر ده النتيجه اللي نتوقعها في حالات بهذه الكفاءه. ده بقى ده اللي بيسموه نحت القرار. نحت بالظبط كده يبقى اذا هو كله نحت يا فندم لكن المهم ايه نوعيه النحت ده بيتم هل فقط بالشفط هل فقط بالليزر ولا بالليزر مع الشد مع حسب الحاله. طبعا ليه دي كلمه ترهلات مصحوبه دايما برضو هنا نفس الكلام تمام. هي دي الحالات اللي دي معموله بالليزر اللي هو فيها شفط للدهون بالليزر وهي مش بتحتاج جروح. في بعض المرضى احنا مش عايزين نحط جروح طالما الجلد حالته جيده ده على اليمين قبل على الشمال بعد هي دي الفكره ان حسب وممكن نعملها في واحده يعني عندها دهون اكتر شويه ينفع الكلام ده يتعمل ولكن لازم تتوقع نتيجه اقل. يبقى اذا لازم نفهم المريض ايه اللي يتوقعه من هذه الاشياء ومش كله زي بعضه. بالمناسبه هي الصور دي كلها لحالات بتخصنا وكلها مختلفه عن بعض والنتائج يعني الفرايتي فيها كبير ومختلف عشان كده دايما نقول للمريض دور على النتيجه اللي انت هتحصل عليها اللي هي بناء على اساس مشكلتك بدا منين. صحيح. ليه ترهلات الجلد بدات تبقى ظاهره بعد اجراء نوعيه معينه من عمليات شفط؟ عشان كتير قوي من الجراحين في العالم كله بيعملوا نوع واحد من الاجراء لكل المرضى بيعملوا لهم شفط او ليزر او فيزر لكل المرضى سواء عنده ترهل ما عندوش ترهل محتاج شد بطن فبالتالي اكتسبت هذه العمليات سمعه سيئه. يعني في بعض الشفط من زمان كان ابتدى يكتسب سمعه سيئه بيعمل ترهلات دي كلمه مشهوره لان الاختيار غلط. يعني الاختيار بالنسبه للمريضه دي كان محتاج شد فاذا الشفط او الليزر هو اختيار غلط واختيار غلط ساعات بيكون مزقوق بين المريض هو جاي يعمل شفط بس يبقى هيعمل شفط بس او جاي يعمل حاجه معينه جاي يعمل فيزا يبقى هيعمل لا هي الطبيب دوره انه يشرح للمريض انت بيناسب حضرتك كذا او كذا بيناسب حضرتك شد واذا حضرتك ما وافقتش ان انت تعمل شد يبقى ما تعملش. بس الفيزر والليزر ما بيعملوش حراره جامده في الجسم لا مش بيحتاجوا بيعملوا اذا كانوا بيستعملوا بطريقه خطا. ايوه يعني بلا لا يعني ده طبيعه بيعملهم صح ما بيعملوش حراره فما يحتاجوش الى تخدير كله لا مش بالضروره بيحتاجوا تخدير فانا عمال افكر طب اللي عايز يعمل تخدير كلي ده عايز يعمله ليه عارف انت اللي جاوب يعني نورت دكتور فادي. ميرسي يا دكتور. يعني اولا انا مبسوط جدا ان انت معانا مبسوط جدا بالمحاضرات مبسوط جدا بحاجه كمان جميله قوي الشرح والثقه العلميه. يعني العلم لما بيكون غزير والعلم لما بيكون اكاديمي وطالع من الكتاب الثقه بتكون بتعبر عن هذا العلم بشكل لا يقبل التشكيك. والتخصص
عندما يكون كامل وفي هذا البرانش جراحة تجميل بتكلم في تجميل زي جراح سمنة لما يتكلم في السم في السمنة المفرطة. الحوار نفسه بيكون له قيمة علمية متميزة جدا. أنا عايز إن احنا نرسي هذه القاعدة الثقة النابعة من علم أكاديمي والتخصص اللي نقدر نتكلم فيه زي ما احنا عايزين طالما بين ضفتين هذا التخصص. فنورتنا. ميرسي يا دكتور. خليكوا دايما معنا. سلام.